من أسباب السعادة الزوجة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ولذلك من أكبر عذابات المؤمن يوم أن يكون في بيته امرأة ولاجة خراجة كثيرة الخروج، بسواق وقلطات، أو لسانها طويل، أو غضوبة. ذات الدين قرة العين، وذات الجمال بلا دين تقور العين. ولذلك بعض النساء جمالها ليس لزوجها، والدليل إذا جت تطلع مسكرة وكحل وظل وروج وخدود وعطر، وهو عنده كمون بصل بقايا قشر الثوم، تتجمل لغيره لا تتجمل له. ولذلك المؤمنة الصالحة هي التي تستقصي أعلى جمالها أمام زوجها. الزوجة تحتاج إلى تربية، تربية يعني برفق، تدعوها للخير، حضور المحاضرات، دور التحفيظ، الدعاء لها، نغير أخلاقنا معها، نكرمها، نتبسم في وجهها. أمنيتي أن أتجاوز الصراط معا، ونلتفت إذا أبناؤنا قد تجاوزوا الصراط معنا.